بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في مفهوم برمجة الكائنات في شيء اسمه كلاس، وعندنا شيء اسمه أوبجكت، سبق وشرحنا. الآن احنا نبغى نعرف إيش الفرق بين كلاس وبين أوبجكت. عندنا حاجتين، كلاس وأوبجكت. جميل، خليني أنا عشان أوضح لك الصورة العامة. لو قلنا كلاس، لاحظ معي، لو رمزنا الـ O1 إنه أوبجكت، O2 أوبجكت، O3 وأنت ماشي، يعني O1 إلى O N. الكلاس أو عفواً الأوبجكت هو نسخة من الكلاس. الأوبجكت هو نسخة من الكلاس. طيب عشان نوضح، الآن لو قلت لك أوصف لي السيارة، جميل، أوصف لي السيارة، حتبني الجدول وحتقول A1 A2، حتحط هنا كار، حتحط لي هنا الخصائص والأفعال. جميل، هذا الجدول يعتبر كلاس. طيب انت ما قلت لنا اوبجكت في الدرس اللي فات، انتبه معايا. ايش اللي حيصير؟ انت لما تنشئ الجدول هذا تنشئه بدون قيم، يعني مثلا لو حطينا الخصائص كلر ونيم وما الى ذلك. الان الجدول جاهز، هذا يعتبر كلاس. الجدول هذا لما اقول له ابغى اوبجكت، يروح هو ياخذ نسخه من الجدول هذا ويعبي بياناتها. يعني هذا الجدول موجود عندي، لو عندي كلاس اسمه كار، لاحظ معايا، لو عندي كلاس اسمه كار، اقول له اعطيني نسخه جديده من كار اسميها O1. جميل، حيسوي جدول هو بناء على الكلاس هذا اللي احنا اعطيناه هي، فحيسوي جدول او نسخه من الجدول اللي موجود هنا بالشكل هذا. لاحظ A1 A2 بالضبط، ينسخ الجدول هذا زي ما هو. تمام، طيب نسخ الجدول. طيب وبعدين حيعبي القيم، مثلا حيحط اللون اخضر، الاسم كذا، المدري ايش كذا. طيب لو قلنا له انشئ نسخه ثانيه اسمها O2 من كار، يعني اوبجكت ثاني، حيروح ناسخ الجدول هذا ويسوي جدول ثاني هنا، و A1 و A2 ويعبي بياناتها. مثلا هنا كان اللون اخضر، هنا خليه احمر. فهذه العلاقه بين الاوبجكت والكلاس. يعني بدون الكلاس، بدون الكلاس ما في شيء اسمه اوبجكت. بدون الكلاس ما في شيء اوبجكت، شيء اسمه اوبجكت، لان الاوبجكت هو نسخه من الكلاس، نسخه من الكلاس. يعني عشان نوضح ونشيل اللبس، انت لما تيجي تبني اساسا الجدول يكون كلاس، كلاس. لما تبغى تسوي اوبجكت انت تاخذ نسخه من هذا الكلاس. طيب مثال، لو احنا سوينا كلاس سياره زي ما ذكرنا في سياره، طيب السيارات مشتركه بشكل عام، لها الوان ولها اسماء ولها، لكن لما انت تقول سياره كامري، سياره ماكسيما، هذه تعتبر كائنات لانها نسخ من الكلاس سياره. فانت لما تيجي تنشئ كلاس بالضبط، تبدي تبني جدول وتطلع الخصائص والافعال تبع هذا الكلاس A1 و A2، خلاص الآن بالشكل هذا أنت انشأت الكلاس. الكائنات تجي تأخذ نسخة من هذا الجدول. يعني كيف تصير العلاقة؟ تصير لما عندي كلاس أقدر أسوي O1 O2 إلى ما لا نهاية. يعني الكلاس ينشأ مرة واحدة وبعد ذلك تنسخ منه الكائنات، أو الكائنات تنشأ ملايين المرات. الكلاس مرة واحدة وبعدين يتم اخذ نسخه من هذا الكلاس لتمثيل اوبجكت. يعني كل اوبجكت هو عباره عن نسخه من الكلاس، كل اوبجكت هو عباره عن نسخه من الكلاس. لاحظ لما قلنا هنا O1 وهنا قلنا O2، لاحظ ان النسختين هذه ما لها علاقه ببعض. طبعا في مواضيع متقدمه انا ما ابغى اتكلم فيها، لكن هنا بشرح مبسط. هنا لاحظ انه هذا اوبجكت مختلف وهذا اوبجكت مختلف، لكنهم من نفس الكلاس كار، من نفس الكلاس كار. أتمنى أن الصورة تكون وضحت.
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.